صباح الخير. يعني صرنا زمان يمكن ما قدرانين نحكي بهالكلمة أو نقولكم إنه نحنا نتمنى إنه تكونوا متفائلين رغم كل الصعوبات اللي كلنا عم نمرق فيها. يعني ما فينا ما نحكي عن التفاؤل، لأنه فعلياً أكيد التفاؤل هو مهم كعلاج لعدد كتير كبير من الأمراض، وحتى له أثر كتير إيجابي على صحة الجسم وصحة الإنسان. يمكن هيك كنا عم نقرأ نور الدراسة كشفت عن 6 حقائق عن الأشخاص المتفائلين. باختصار محتوى هي الدراسة إنه موضوع التفاؤل هو إنك تتوقع الأفضل، يعني إنك تنظر للمستقبل بدون خوف، بالعكس تنظر له بفرح إنه القادم إن شاء الله يكون أجمل فعلياً. يمكن في عبارات نحن منرددها على طول ولكن ما منفكر فعلياً بمعناها أو ما منحس حالنا كثير مأمنين فيها، ولكن لازم نضل نكرر إنه إن شاء الله بكرة أحلى، إن شاء الله المستقبل يكون أحلى على الجميع. صباح الخير ورد. صباحك خير يا رنا، ويسعد صباح كل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. رنا ذكرت عبارات كثيرة منرددها يومياً بحياتنا، يمكن هالعبارات والجمل بتصير كليشيهات منسمعها على صباح الخير على قناة سما أو على التلفزيونات أو حتى بمواقع التواصل الاجتماعي، تنحكى بالبرامج ومنشوفها بالسوشيال ميديا، ولكن فعلياً لما نفكر بهاي العبارة اللي هي كم كلمة بس إنه إن شاء الله بكرة أحلى ونقتنع بكل كلمة، فأكيد نتغير للتفاؤل بشكل عام. وبهالظروف معظمنا صار بحاجة لبصيص أمل، وفعلياً السعادة ما منقدر نشعر فيها إلا لما نآمن فيها جواتنا. كرمال هيك يومياً ننهض ومنقاوم كرمال أحلامنا، يمكن كرمال أولادنا، كرمال خوفنا على مستقبلنا، منقاوم لحتى نصنع السعادة بإيدنا. أما نقعد وننطر إن شاء الله يا رب الأيام الجاية بتحمل معها كل الخير لكل الناس ولكل السوريين وين ما كانوا، إن كان بسوريا أو بأي مكان حول العالم، لأنه صرنا هيك منتشرين بكل بقاع الأرض عن جد، يعني إلا ما نلتقى يوما ما على أرض الوطن المحروس. عناوين حلقتنا نتعرف عليها سوا.
الوسط الفني في سوريا يودع شادي زيدان. صار الوقت لنصبح على الشيف بشرى ونشوف شو محضرة طبق لليوم. وكنا رنا وأنا عم نقول المقادير من لما فتنا على الاستوديو، يبدو أنه الطبق جداً لذيذ. أيوة وشهي. صباح الخير يا شيف. صباح الخير ورد. صباح الخير شيف. صباح الخير. أنا كنت عم قلها هيك، رح أكون سر، كنت عم قلها للشيف أنه أنا أي شيء بشوف فيه فطر فريش فهيك خلص، شو ما كان هو طيب أكيد. شو محضرتي لنا اليوم شيف؟ اليوم محضرة شيش بالفخارة، بس رح نعملها هيك بطريقة صحية شوي. أوكي. شوي صغيرة. ممتاز، يعني نحن فينا ناكل أكل طيب بس هيك بطريقة صحية. تماما. يعني مو أكيد. غلط أكيد. شكراً شيف، أكيد نرجع لك بعد شوي لنبدأ بالأكل. يسلم إيديكي. الظواهر الفلكية كثيرة والجمال يلي مخبى فيها مدهش طبعاً. كل فترة العلماء بيكتشفوا ظاهرة وبيأكدوا على تفاصيلها وبيقضوا أيام وليالي ليفسروها وينقلوها لألنا. لهيك اليوم حبينا نحكي عن أجمل عرض ضوئي لكرة الأرض يلي هو الشفق القطبي أو ظاهرة أورورا. خلونا نعرف سوا تفاصيل. نفسية ما وقفت بس عند المناطق المتضررة وأيضا تجاوزتها للأسف لكل بيت ولكل عين ولكل قلب سوري. والأطفال هن المتضرر الأكبر، يمكن لأنه ما عم يقدروا يستوعبوا حجم اللي صار، وبنفس الوقت ما بيقدروا يمكن حتى يعبروا عن اللي حاسينه، لأنه الطفل دائما بيقضي معظم وقته بالروضة أو المدرسة. من المفروض المدرسين والكادر التعليمي يتعاملوا مع الأطفال بطريقة شوي خاصة لحتى يقدروا يسترجعوا قواهم وقدرتهم على الدراسة والاندماج بالمجتمع. بنفس الوقت الخوف يلي خلق جوات الطفل بحاجة لحدا يقدر يستوعبه ويفرغه منه. تفاصيل كل هالأمور رح نتناقش فيها مع الاختصاصية التربوية الأستاذة ديالا خلوف. صباح الخير. أهلا صباح وسهلا خيرات. فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني ديالا للأسف اللي مرق صعب كثير، اكيد ما انه سهل لا على الكبير ولا على الصغير، ولكن دائما نحن بنركز اكثر على الاطفال لانه هن ممكن يكون الاثر عليهم اكبر او الاثار ما تكون واضحه بالفتره الاولى. خلينا نقول كيف اثرت كارثه الزلزال على الاطفال من الناحيه التعليميه. الحقيقه اثار الزلزال كبيره للاسف. الناحيه التعليميه يعني طالما الحاله النفسيه مو منيحه فهي بتنعكس فورا على الحاله التعليميه للطفل. هلا الخوف يلي عم ينتقل باللاوعي من الاهل للطفل عم ينعكس فورا على عم يصير عنده مثل تشتت، ما انه مركز، فهاد بيصفي الشغل معه شوي اصعب بكثير. يعني
فإذا ما اشتغلنا على الناحية التعليمية ما بيقدر يرجع لروتين حياته وبالتالي يرجع يهتم بدراسته وتعليمه. صحيح. تماما ضروري 100%. ولكن مثل ما ذكرتي الناحية التعليمية في إلى شق نفسي كتير كبير، خاصة لما نحكي عن أطفال تحت عمر 6 سنين أو تحت عمر يقدروا يفهموا شو اللي صار. كيف بدي أشرح للطفل شو اللي صار؟ أنا ببيتي كأم كأب أو حتى كمدرس بمنطقة منكوبة أو بعيد عن المناطق المنكوبة، كيف بدي أشرح لطفلي إنه اللي صار هو 1 2 3؟ هلأ فينا أول شيء لازم نحسسهم بالأمان، ثاني شيء فينا نشرح لهم اللي صار عن طريق قصة مبسطة تعتمد على حقائق علمية وبصراحة ما نكذب على الطفل، هي أول شغلة، بس بطريقة توصل لذهن الطفل بطريقة مبسطة صح تكون. مبسطة نحكي لهم إياها على شكل قصة، وعن طريق القصة نشرح لهم إنه هذا شيء طبيعي ممكن يصير بأي وقت يعني. بعد القصة لازم نسمعهم، لازم نفتح مجال إنه هنين يحكوا، نسمعهم، نسمع أسئلتهم، نجاوب على كل أسئلتهم بكل صراحة. تمام. بعدين لازم إذا بخلال مجموعة بروضة أو بمدرسة فينا نتبع شغلة، نطلب منهم إنه يرسموا رسمة بدون كلمات، يشرحوا أحاسيسهم بهي الرسمة. تمام. هلأ بمقارنة الرسمات والألوان اللي استخدموها الأطفال وتحليل الرسمة فينا نفهم مين الطفل يلي متأذي أكثر من غيره، نتواصل مع أهله ونلاقي حل للمشكلة. تمام. هي هي كثير مهمة يمكن ديالا إنه نحن عن جد نفتح مجال للطفل إنه هو يعبر عن الشيء اللي حاسه لحتى يقدر الأهل أو حتى خلينا نقول الكادر التعليمي أو المسؤول عن هذا الطفل يقدر هو يعرف فعلا شو عم بيحس. طيب. طبعاً. في أطفال انقطعوا ديالا عن المدرسة أو عن الروضة أو عن النشاطات المعتادة اللي هن بيعملوها لفترة، هلأ نحن تقريباً صار 3 أسابيع على كارثة الزلزال، في أطفال لليوم ما قدرت ترجع لسه على الدراسة وعلى مدارسها، لساتها بفترة انقطاع. هذا الطفل كيف بده يرجع على دراسته وعلى مقعد الدراسة؟ لازم نرجعه فوراً أو لازم يكون في مرحلة تدريجية خلينا نقول قبل هي المرحلة؟ هلأ أول خطوة لازم نعملها نحن كأهل أو ككادر تعليمي، أول شيء بدنا نبدأ من حالنا، نحن لازم نشيل الخوف من قلبنا، أول خطوة نحطه على جنب بما أنه بنتعامل مع أولاد وأطفال، نتحلى بطاقة إيجابية والأمل أنه بكرة أحلى لنقدر ننقل هاي المشاعر للطفل. صح. إذا ما عملنا هيك ما فينا ننقل له أي مشاعر. صح. هلأ لازم نحاول قدر المستطاع طبعاً حسب الوضع نخليه يرجع لروتينه اليومي، سواء هو بروضة أو بمدرسة لحتى يحس إنه الحياة رجعت لطبيعته ويرتاح. بعدين ممكن يعني نساعده بزيادة نشاطات مع باقي أطفال، هي بتسحب الطاقة السلبية اللي عنده وبتساعده يرجع شوي شوي لروتين حياته. تمام تمام. في كتير استراتيجيات ل علماء النفس لتجاوز الصدمات وهيك الكوارث النفسية، بيقولوا أهم استراتيجية انسى الكارثة بعد فترة من حدوثها. طبعاً. لأنه خلص أخذنا الصدمة، أخذنا الإنكار، أخذنا عدم الاستيعاب، بعدين فوراً انساها ورجع لروتينك أو خلق روتين لتقدر أنت طبعاً. تمشي بحياتك. في أهالي ما كتير متفاعلين مع الكادر التدريسي بتواجهوا هاي القصة طبعاً. يمكن كيف منتصرف مع الأهالي اللي طفلهم متأثر نفسياً أو حتى دراسياً وما عندهم كتير دراية بهذا الموضوع؟ هلأ بالأزمات والحوادث لازم الأهل هن المسؤولين بالدرجة الأولى إنه يسيطروا على ردة فعلهم ويقدروا يسيطروا على تصرفاتهم خاصة قدام أطفالهم. هي مسؤوليتهم، لأنه الطفل بأي وقت وبأي لحظة معرض أنه يشوف أي حادثة تأثر على نفسيته، بس ردة فعل الأهل هي بتنعكس سلبي أو إيجابي على الطفل. لما بيشوف الأهل أقوياء فبياخذ منهم قوة طبعاً. وبالتالي نحن ممنوع نحكي قدام الطفل عن الكارثة اللي صايرة ونشرح بالتفصيل، نشاركه المشاهد المؤلمة اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا مثلاً، أو نحكي قدامه خطط الهروب مثلاً لا سمح الله إذا صار شيء. أبداً أبداً ما لازم نقحمه بهي القصص ولا نحسسه بأي شيء لحتى نحافظ على نفسيته سالمة بإذن الله. تمام. يعني نحن عم نحكي ديالة عن نحن هذا الطفل مثل ما قلتي بالبداية إنه نحن لازم نشرح له
بطريقة علمية مبسطة مشان ما نكون نحن عم نكذب على هذا الطفل، ولكن نحن في تفاصيل لازم هذا الطفل يكون بعيد عنا. للأسف يعني في اليوم كثير أهالي أكيد مو عن قصد بيكونوا قاعدين جلسة مع العائلة، بيكونوا عم يحكوا كل شيء، الطفل موجود، بيفكروا أنه الطفل هو عم يلعب، فهو يمكن ما عم يسمع نحن شو عم نحكي او نحن ما نو منتبه. في مقوله ما بعرف ديالا يمكن هيك سمعانينا من قبل، انه الولد هو مثل السفنجه. طبعا هو صح بيكون عم يخزن كل هاي المعلومات وكل هذا الحكي اللي بيكون عم ينحكى قدامه، طبعا عم يسجل. ممكن انت ما يقول لك دغري، ممكن بعد اسبوع تطلع معه القصه، يسالك سؤال بخصه هو سمعانه ومخزنه ما فكر فيها لبعد كم يوم مثلا. هلا نحن لازم نبعدهم عن كل هاي الاجواء، نقدر نبعدهم عن السوشيال ميديا بطريقه غير مباشره، نلهيهم، نشاركهم نشاطاتهم، اي نشاط هو بحبه، نشاط فني، نشاط رياضه، نشاط كذا، بحيث ما نترك له وقت فراغ كثير يرجع للافكار اللي بتزعجه يقدر يرجع لها، بحيث نعبي له كل وقته يعني. تمام. طيب اذا بدنا نعطي نصائح ختاميه لكل الاهالي اللي عم يتابعونا، إذا فعلاً شايفين ابنهم منزوي، منعزل، ما كتير متفاعل، بغض النظر عن كارثة الزلزال، سواء بالكارثة أو خارج الكارثة، شو ممكن نقدم نصائح؟ النصيحة الأولى نعطي دايماً الأولوية لطفلنا، الأولوية المطلقة، وبشكل خاص بهاي الفترة نقضي معه أكثر وقت ممكن، لأنه الطفل بيستمد الأمان من أهله، هاي أول شغلة. ثاني شغلة، ما لازم نهمل أي تصرف ممكن يتصرفه الطفل، وبنفس الوقت ما نتردد باستشارة حدا أخصائي إذا استدعى الأمر. آخر شيء، خلينا نخلي بيتنا هي بقعة الأمان الخاصة بالطفل، نزيد جو الفرح والسعادة بقلب البيت، نفصل بقعة الأمان هي عن العالم الخارجي ومشاكله لحتى يضل حاسس بالأمان. شو حلوة هاي العبارة، شو هاي إنه خلاص فتنا على البيت، تركوا كل شيء برا البيت، نكب كل شيء مشاكل برا وكل شيء هموم وكل شيء هذا، ونلتفت لأولادنا ولبيتنا. صحيح. للأسف يعني الوضع أكيد صعب على الكل ديالا، ما فينا ننكر إنه اليوم يعني غير كارثة الزلزال اللي صارت والآثار النفسية الكبيرة لها، بالوضع الطبيعي الوضع صعب والوضع الاقتصادي صعب والأهل مضغوطين، أكيد بدنا نقول لهم كلهم يعطيهم العافية لأنه أكيد عم يتعبوا وعم يشتغلوا كثير، ولكن هي هذا الحل المثالي انه نعزل هي البقعه عن كل شيء عم بيصير حوالينا. شكرا كثير لوجودك معنا ديالا، شرفتينا. السلامة للجميع. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه. وصار الوقت مشاهدينا نروح مع الشيف بشرى ونبلش طبق اليوم. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا، ويا رب يكون يوم خير وبركه على الجميع. وصفتي لليوم هي شيش بالفخاره. رح بلش اقول المكونات، وخلونا نبلش كمان نطبق الخضره. عندي اول شيء الدجاج، عندي تقريبا نص كيلو دجاج مقطع مكعبات، انا عم بستعمل الصدور، اكيد فينا نستعمل اي قسم من الدجاج. عندي هون بالمقلايه رح احط تقريبا معلقتين زيت زيتون، وهلأ بس يحموا رح ضيف عليه هون الجاج مقطعتهم مكعبات وسط لحتى يستووا معي أسرع، يعني أكيد أنا فيني استعملهم أو قطعهم مكعبات أكبر، بس بهيك حالة يستووا عندي بطريقة أسرع. أول ما أحط الجاج رح تبله بملح وفلفل أبيض. رح أحكي شوي عن المكونات لبين ما يسخن عندي الزيت. عندي بصلة مقطعتها جوانح، عندي تقريبا حبتين ثوم كمان مقطعتهم سلايسز أو شرائح، عندي حبتين جزر مقشرين ومقطعين كمان شرائح، عندي حبة فلفلة خضراء وحبة فلفلة حمراء. هلا مثل يعني عم تلاحظوا انه الخضرة كلها مقطعتها شرائح انا، وعندي ربع كيلو من الفطر الفريش، وعندي معلقة من دبس البندورة. هي مكوناتي بالمرحلة الأولى. هون عندي حمي الزيت، رح بلش بالجاج أول شيء. أول ما بحط الجاج أنا ببلش عندي لونه يتغير، بس لقيت إنه لون الجاج كله صار أبيض، حاول وزعهم بالمقلاية، بعدين رح بلش ضيف باقي المكونات. هلأ نحن بالفقرة الثانية رح نعمل بشاميل. اليوم حبيت أنا أعمله بطريقة صحية تكون شوي، أكيد فيني استعمل البشاميل العادي، يعني أنا كست بيت إذا عندي طريقة للبشاميل ضابطة وطيبة ومعتمدتها أكيد هي صحية، يعني نحن عنا زبدة، عنا طحين، عنا الحليب،
بس انا اليوم قمت الزبده لحتى خفف من الدهون، يعني رح اعملها بدون اي دهون اضافيه، واستبدلت الطحين بالشوفان. هلا السبب انه الشوفان اكيد هو صحي اكثر من الطحين، بسبب انه بيحتوي على الياف اكثر، يعني هي الفكره. وبنفس الوقت يعني انتم بتشوفوا طريقه ثانيه، اذا حبيتوا تجربوها بضمن لكم انه الطعمه رح تكون كثير طيبه. هلا هون انا الدجاج عندي بلش يغير لونه، رح احط اول شيء ملح وفلفل ابيض. يمكن تعودتوا علي انا دائما اكلات الدجاج او الوصفات بشكل عام اللي لونها فاتح استعمل معها الفلفل الابيض. وهلا بس يستوي عندي الدجاج، او مو يستوي يعني هو بس يغير لونه، رح بلش بالبصل والثوم، حطهم اعمل لهم تقليبه سريعه، بعدين رح بلش بالجزر. الجزر اكيد هو اقسى من الفلفله والفطر، فرح ياخذ معي وقت اطول، مشان هيك ببلش فيه، بتركه شوي، بعدين ببلش بالفلفله، واخر شيء الفطر. وبعد ما احط الجزر رح احط معلقه دبس البندوره. طبعا انا هون يعني حتى لو ما استوى عندي الدجاج بشكل كامل ما في مشكله، السبب انه انا بعد ما يستوى عندي الدجاج والخضره رح احطهم بالفخاره، بعدين رح نحضر البشاميل، نحط البشاميل فوق الدجاج والخضار، بعدين رح فوتهم على الفرن بعد ما احط شويه جبنه على الوش. هلا رح اضيف شرائح البصل، بصله تقريبا يعني حجمها شوي كبيره البصله، اكيد فيني افرمهم ناعم، بس انا بحب يعني طالما نحن رح نحطها بالفخاره وعندي الدجاج مقطع مكعبات، قطعت الخضره بحيث انه حجمها يتناسب مع الدجاج. وعلى فكره هي الاكله كمان بتصير بالدجاج المطحون ناعم، كمان بتطلع كثير طيبه. ومثل ما قلت فيني استعمل اي جزء من الدجاج، بس نحن اجمالا يعني بالاكل لما انا بقول صحي نوعا ما بروح باتجاه صدر الدجاج لانه نسبه الدهون فيه اقل. بس حتى لو استعملت مثلا الفخاد او اجزاء ثانيه من الدجاج اكيد هي بالنهايه هي دهون صحيه، ونحن جسمنا اكيد بحاجه لدهون صحيه، فمشان هيك بقول لكم يعني استعملوا القسم اللي انتم بتحبوه، بس اذا رح نروح باتجاه انه سعرات حراريه اقل رح نستعمل صدور الدجاج. هلا مثل ما قلت رح احط الجزر لانه رح ياخذ معي وقت اطول من الباقيين، مع انه انا يعني قطعتهم شرائح كثير رفيعه، بس مع هالشيء يعني الفلفله والفطر ما بدهم طبخ كثير، يعني انا يا دوب رح احطهم قلبهم وبعدين رح اعبيهم بالفخاره. مثل ما قلت لانه هنا رح يستووا بالفرن، رح يكملوا استواء يعني بالفرن. هلا هون رح احط عندي معلقه من دبس البندوره، بتعطي طعم كثير طيب. هلا مثل ما شفتوا الخضار اللي عم بستعملها انا اليوم هن البصل، الثوم، الجزر، وعندي الفليفله الملونه، وعندي الفطر. اكيد فيني استعمل اي نوع خضار ضيفه لهي الوصفه وبتطلع كثير طيبه. مثلا عندي البروكلي بيطلع طعمه كثير طيب مع هي الوصفه، عندي البازيلا، الذره، يعني هدول كلهم فينا نضيفهم. هلا رح احط الفليفله ورح احط معاها الفطر كمان. رح اترككم اقل من دقيقه بعدين رح اعبيهم بالفخاره. هلا بالقسم الثاني رح نشوف كيف، يمكن وقت رجعوا لي يكون انا حطيتهم بالفخاره، رح نشوف كيف رح نحضر البشاميل الصحي، وكمان رح نحطه فوق المكونات ونحطه بالفرن. لوقتها رح اترككم تابعوا باقي الفقرات، واكيد برجع لكم بالفقره الثانيه. سلم ايديك يا شيف بشرى. شكرا كثير شيف بشرى، يعني بعد هالاكله الطيبه من الشيف بشرى لازم يعني هيك نلعب رياضه لحتى ايضا نضل محافظين على جسمنا ورشاقتنا. صباح الخير، اليوم رح نشتغل مجموعة تمارين حنستخدم فيها الباند، كون الباند صارت واحدة من الأدوات الرياضية اللي متوفرة عند أغلب الناس اللي هن مهتمين بالرياضة وعندهم إياها حتى لو بالبيت أو بيلعبوا بالجيم، فأعطيكم اليوم مجموعة تمارين، أعطيكم أفكار كيف نحن بندخل هي الباند ضمن التمارين تبعتنا، أكيد حتى نحصل على شد أكثر وقوة أكثر لعضلاتنا. التمرين الأول حناخذ باند نثبتها تحت مشطنا ونحط رجلنا فوق على ستيب، وطبعا فينا على الارض اذا ما عندنا ستيب كمان ما في مشكله، ظهرنا جالس. هلا حنسحب الباند لفوق، رو بايد واحده تحت
بنرجع بنجلس وبننزل اللانجيز، ما ننسى اللانجيز، ركبه كعب على استقامه واحده وبنطلع فوق، تمام؟ يلا بعد زلنا رو لانجيز 1 2 9 عند اخيره 2 اوكي. هلا حناخذ الباند ونحطها تحت مشاطنا الاثنين، نسحب باند لعنا لفوق، حنشتغل ديد ليفت، ظهرنا جالس، بطننا لجوا، ركبنا شوي مرخيين، ما نقفلهم، نخلي فيهم تانية كثير صغيرة، وظهرنا جالس، نطلع بشكل مباشر للأرض، بشكل متوازي، وننزل تحت برجلين، نطلع فوق، ننزل بالباند تقريباً لتحت ركبنا، أوكي، بنشد خلف وبنطلع فوق، بنشد رجلين خلفية، glutes hamstrings 2 شد فوق، بنعمل سكويز على عضلاتنا 3 ما ننسى لما ننزل اللانجز ركبة تكون اتجاهها لقدام على استقامة واحدة مع كعبنا، ظهرنا جالس كمان تنتين اوكي واحدة أخيرة 1 وتمريننا الأخير حيكون سيت أبس مع ذلك. Three, four, one, two, three, four. طبعاً ما ننسى دائماً نحن ندرج بمقاومة الباند، يعني ممكن نبلش باللايت، بعدين ننتقل للميديوم للهيفي للإكس هيفي، حتى نقدر دائماً نضل عم نستفيد من نفس التمارين. يعطيكم العافية، بشوفكم بحلقات جديدة. يسعد اوقاتكم مره جديده، يعني على طول بصباح الخير بنحب نكثف معلوماتنا الطبيه خاصه اللي بتتعلق بمرحله الطفوله الباكره. اليوم حنسلط الضوء عن كسل العين وانواعه واللي بينتشر بكثره يمكن وسط الاطفال، ولكن هذا لا يمنع انه يتواجد عند البالغين والكبار. ان كانوا كبار او صغار يمكن عم يقضوا اغلب الوقت على الموبايلات أو حتى عم يتناولوا أدوية بتأدي لحالة من الكسل المؤقت، ويمكن يكون القصة فيزيولوجية عضلية عصبية. ودائماً منأكد إنه الاستشارة الطبية لكل حالة هي الفيصل لحتى نحدد السبب وبالتالي خطة العلاج. صحيح، يعني أكيد ورد موضوع أمراض العين تحديداً هو كتير حساس، لأنه أكيد العين هي من أكثر أعضاء الجسم حساسية وإلى أكثر شيء يمكن تماس مع الوسط الخارجي، ولازم نأخذ أكيد الحيطة والحذر اتجاه العوامل الخارجية. بس أحياناً بيكون المرض ناجم عن سبب وراثي أو حتى أسباب أخرى. تفاصيل أكثر اليوم رح نعرفها أكيد عن كسل العين وآلية العلاج مع الدكتور طارق عربش الاختصاصي بالأمراض العينية وجراحة اللي صار موجود معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. بدنا نعرف طبياً وبلغة مبسطة لحتى غير المتخصصين يقدروا يلاحقونا، شو بنقصد بكسل العين؟ كسل العين باختصار هو عين لا ترى 10/10 رغم وضع نظارة أمامها، فمنلاحظ أنه العين ما بتوصل القدرة البصرية فيها للعشرة من عشرة. منفحص العين على الجهاز منلاقي العين طبيعية، لكن وظيفتها ما عم توصل الرؤية فيها للعشرة من عشرة. فبكل بساطة هي عدم وجود قدرة كاملة للرؤية بها العين، رغم أنه لا يوجد مرض عضوي ضمن هالعين ورغم وضع التصحيح لها. لكن الأهم من كسل العين هو فترة علاج كسل العين، هو يجب أن يكون خلال 8 سنوات الأولى من العمر، لأن هاي فترة تعتبر حرجة بالنسبة لتطور النظر. فإذا ما عالجنا من هون ليصير عمر الطفل 8 سنوات أو 9 سنوات كسل العين، يصبح المرض غير قابل للعكس أو للرجوع.
ثابت مدى الحياه. تمام، معناتها لازم يكون في خلينا نقول انتباه نوعا ما من الاهل، وايضا مراجعه دوريه خلينا نقول طبيب العينيه عند الاطفال الصغار بهذا العمر. طيب خلينا نحكي عن انواع هذا اذا فينا نسميه المرض او هالحاله اللي ممكن تصيب العين. هل ممكن يكون في لها اكثر من نوع او هو عرض واحد او نوع واحد بيصيب كل الاشخاص والاطفال؟ لنفهم انواع كسل العين بدنا نعرف اليه الرؤيه عند الانسان. الله عندما خلق الانسان خلق له عين يمنى وعين يسرى، فعمليه الرؤيه بتتم انه العين اليمنى بتاخذ هدف او منظر خارجي والعين اليسرى بتاخذ نفس الهدف بنفس الوضوح. تنتقل هالصوره من الوسط الخارجي للعين لشبكيه العين، بتنتقل الى الدماغ عن طريق العصب البصري، توصل لقشرة في الدماغ اسمها القشرة البصرية موجودة بالفص القزاري. لنفسر هي الصورة اللي عم نشوفها. تمام، هذا القشرة البصرية بتقوم بتحلل هالصورة وبتعطي النتائج انه هاي شجرة هاي بيت. فنحن عندنا صورتين، صورة من الناحية اليمنى وصورة من الناحية اليسرى، يجب ان يكونوا نوعا ما متطابقين. وقت لسبب ما بيكون عندنا احد العينتين ما عم تنقل صورة صح، فبظهر بيطلع لعنا صورتين، صورة واضحة وصورة مغبشة. فالدماغ ما نو فاضي وبده شيء سهل، فبيجي بهمش الصورة المغبشة أو الصورة الغير واضحة وبعمل لها كبت وبياخذ قرار إنه أنا هاي الصورة اللي عم تيجي مثلا من العين اليسرى المغبشة لن أعتمد عليها، ما بدي أعتمد عليها وبدي ألغيها. فبتبلش تتطور آلية الكسل ضمن هالجهاز البصري هو مثلا العين اليسرى. فنحن لحتى نعرف أنواع الكسل بدنا نعرف ليش هالعين ما شافت منيح وهي العين شافت منيح. هلا العين اللي بتشوف منيح ما فيها مرض. العين اللي ما بتشوف منيح بحالة الكسل الوظيفي أهم سبب لها هو الحول. فنحن وقت براجعنا على العيادة طفل عنده حول، هذا الطفل نحن منخاف من شغلة إنه يصير عنده كسل وظيفي. ليش؟ لأنه وقت بيكون عندنا حول بيكون عندنا ميلان بأحد العينتين والعين الثانية مثبتة على الهدف. فبظهر عندنا بطلع عندنا صورتين، صورة مثبتة على الهدف وصورة فيها ميلان. فالدماغ بيجي بكبت الصورة اللي فيها ميلان. فالحول هو من أهم أسباب كسل العين. نجي للشغلة الثانية هي الأسواق الانكسار. بيراجعنا على العيادة شخص بعين عم يشوف 10 من 10 وبعين عم يشوف 5 من 10. نفحص العين الضعيفة بنلاقي إنه في عنده 4 درجات ضعف. العين الثانية ما فيها شيء. فنحن بظهر عنا بطلع عنا صورتين، العين القوية صورة تمام والعين الضعيفة بتطلع صورة مغبشة. سببها أنه هال4 درجات الضعف الموجودين، فهذا بنسميه أسوأ انكسار. طبعاً 99% أو 98% من العالم اللي عنده ضعف بيكون اليمين واليسار شبه متوازن أو متوازي، يعني اليمين فيها ربع درجة نص درجة فرق بيناتهم. بحالات قليلة 3% تقريباً بيكون إنه بعين 4 درجات بعين درجة، فهالفرق بيظهر بيطلع لنا صورتين، واحدة صح وواحدة خطأ. واحدة تهمل بلغوا أو الدماغ بلغي الصورة أو بهمل الصورة الخطأ. فالسبب الثاني من الكسل الوظيفي هو وجود أسوأ انكسار. أوكي. أو ضعف غير متوازن بين العينتين. السبب الثالث وكمان مهم جدا، بعض الأطفال وقت بتخلق من ولادتها بيكون عندها مشكلة بقلب العين مثل المي البيضة. فنحن عندنا كثير أطفال بيجوا بمي بيضة من الولادة من رحم الأم. هي تكشف دكتور فورا؟ هي وظيفة تكشف؟ طبيب الأطفال. رح نحكي هلأ على آلية الكشف. فهاي المي البيضاء ما بتخلي هاي العين تشوف المنظر وتنقله للدماغ. بيجينا اطفال عندهم انسدال، جفنه نازل باحد الجهتين، كمان هذا الجفن النازل او هالستاره النازله ما بتخلي هالمنظر يطلع على بشكل صح على الدماغ. بيجينا اطفال عندهم كثافات بالقرنيه، اطفال مشاكل بالشبكيه. فهذا السبب الثالث هو سبب عضوي ضمن العين. في سبب رابع وهو مجهول السبب. يعني نحن انا بيجيني مريض عين عم يشوف 10 من 10، عين عم يشوف 6 من 10، وما عنده ضعف ولا عنده حول ولا عنده في عنده كسل وظيفي. عنده شيء كسل وظيفي. بعد ما بعمل التشخيص والصور اللازمه وبلاقي الامور طبيعيه، باخذ قرار انه هذا الكسل الوظيفي هو كسل مجهول السبب. اوكي طيب دكتور، لنفترض شخصنا عند مريض ان كان صغير او كبير حاله كسل وظيفي، خلينا نبدا بمرحله الطفوله المبكره. تمام. عمر السنتين 3، كيف بنبلش تدبير؟ تدبير يعني هلا التدبير اول شيء العلاج من 200 و300 سنه نفس العلاج، هو انه بنحرم العين القويه من الرؤيه لساعات قليله خلال النهار وبنشغل العين الضعيفه. هو بعمليه التغطيه. يعني انا بجيني طفل
عنده ضعف بعين وعين قوية، بجي بعطي قرار للوالدة أنه أنت بدك تغطي له العين القوية مثلاً يومياً 4 ساعات حسب شدة الكسل لتقوى العين الثانية، لتقوى العين الضعيفة. طبعاً التغطية مو أنه أنا بدي أغطي العين القوية والعين الضعيفة بدي أقله للطفل روح نام، بدي إياه يشتغل. ما استفدنا أنا هو عم يلعب على الموبايل، هو عم يدرس، هو عم يرسم، هو عم يحضر التلفزيون، يعني بدي يشغل عينه. مو يكون نايم وحاطة مثلاً أبداً أنه أغطي له عينه يروح حط راسه وينام. هون غطوا التنتين. ما استفدنا شيء. هلأ فترة التغطية هي بتختلف بين مريض ومريض. إذا عندي كسل شديد بدي أغطي ساعات أكثر، كسل خفيف بدي أغطي ساعات أقل. فترة التغطية كمان يعني مثلاً بدي أغطيها شهر، شهر ونص، شهرين، ترجع لعمر الطفل ولشدة الكسل الوظيفي. تمام. هلأ في عنا شغلة تانية أنه أنا الطفل ما عم رضى يحط الباتش على عينه أو الغطاء وصعب كتير. ففي أطرات للعين هي أطرة الأتروبي، من أطرة بالعين القوية بتغبش للرؤية، فأنا كمان بحاول أغبش الرؤية عن طريق قطرة عين. هي قطرة، هي القطرة دكتور هي ما لها أي آثار لا سمح الله سلبية، ما منخاف إنه تنضر العين ما قوية، ما لها آثار سلبية. بحذر، نادرة جداً الاختلاطات، لكن علاج علمي عالمي وضمن أكيد إرشاد الطبيب لهي الطريقة طبعاً والنسب المحددة. في علاج جديد موجود حالياً بالعالم بس لسه ما وصل لعنا، هو علاج اسمه الأوفيفت تكنيك، هو عبارة عن جهاز يوضع قدام العين مثل جهاز الجيم اللي بنلعب فيه من نشوفه بالفي ار. فكل عين بتاخذ هدف وبيصير بده يربط يعمل كونكشن بين الهدفين بنفس الجهاز. يعني مثلا انه عنده طابه بيشوفها بالعين اليمين وعنده سله بالعين اليسار، بده يحاول يفوت الطابه بالسله. تمام. بنفس الجهاز. طيب دكتور، هي العلاجات اللي حضرتك عم تحكي عنها، نحن عم نقول قلنا اكيد انه في اكثر من نوع، هي العلاجات بتصير من الاعمار الصغيره جدا، يعني نحن قلنا من عمر يوم لعمر 8 أو 9 سنين هو يفضل يكون تم الكشف. تمام. عن كسل العين. بهي الأعمار الصغيرة نقدر نحن نتبع كل هاي الأساليب؟ طبعاً. أو نحن خلينا نقول بهي الطرق نحن نقدر نعالج بشكل كامل 100%؟ هلأ أغلب الحالات بتظهر بالأربع سنوات، بعد السنتين ثلاثة للأربع سنوات. هون الطفل بيكون بفترة الحضانة أو فترة يعني الكي جي 1 أو 2، فإنه بلش يصير عنده وعي. فنحن هون التغطية الطفل بتقبل التغطية. إلا بحالات نادرة مثلا بنشوفها بعمر السنة ونص سنتين كمان بنغطي بس بكميات وبوقت قليل عشان ما يصير في عنا غطش بالعين الثانية. نسيت أنبه لقصة أنه نحن الكسل الوظيفي عم نحكي على عين واحدة صار فيها ضعف، بس في بعض الحالات النادرة بيكون الكسل الوظيفي بالعينتين. سنتين عندهم كسل بالعينتين، فبيكون أنه أنا عندي ضعف كتير بالعينتين والطفل ما عم حسن يعبر أنه هو ما نوع عم يشوف. تمام. الطفل ما بحسن يعبر، فبصير عندي كسل وظيفي بالعينتين، هون علاجه أصعب شوي بس حالات نادرة. طيب في حال تأخرنا بعلاج الكسل الوظيفي للعين It's too late، ما عاد نحن نقدر نتصرف، يعني إجاك لعندك 13-14 سنة عنده كسل وظيفي بعين وحدة أو بعينتين، شو بيكون صار مضاعفات؟ تمام. هلأ نحن أهم شيء بمرض كسل العين هو الفترة الحرجة، النظر لحتى ينضج عند الإنسان بده من ابن يوم لتسع سنوات. أوكي. يعني تطور الرؤية ما بيصير أول ما بخلق الطفل صار يشوف مثل كبير، بده نضوج وتطور، هاي الفترة هي 9 سنوات. إذا كان عنا عيب بأحد العينتين وصار عنا كسل وظيفي، إذا ما حاولنا نعالج خلال هالتسع سنوات أصبح الكسل الوظيفي غير قابل للرجوع، مستدام، مستدام بشكل مدى الحياة، لا نظارة لا شيء ولا أي شيء، ليزر ليزر أبدا، لا ولا ليزر ولا ليزر ولا نظارة ولا عدسات لاصقة، وبصير عنا تصبيط بقشر الدماغ مدى الحياة، لأنه نحن صرنا هون بأذية عصبية، أذية عصبية وظيفية ما عاد لها رجوع. طب هون دكتور في سؤال، إذا نحن عم نحكي وراثيا، إذا هي الحالة مثلا هي موجودة عند أحد الأهالي أو عند أهل أحد الطرفين، ممكن هون يكونوا الأهل متوقعين حدوث هاي المشكلة، فممكن يكون في خلينا نقول أساليب وقاية أو لا؟ تمام. الجانب الوراثي جانب مهم جدا، لأنه قسم كبير من ضعف النظر والأسواق الانكسار بتجي وراثيا. يعني بتلاحظي أنه الأطفال عندهم لابسين نظارة، بتبحثي بتلاقي الأم أو الأب لابس نظارة. صح. نحن عم نشوفها بعيالاتنا، الكسل الوظيفي الوراثي بتلعب دور مهم. بس في موضوع أنا بس لازم أتطرق عليه، أنه أنا كيف بدي أكشف كسل العين؟ بصير تتكشف الكسل الوظيفي بداية من وقت ولادة الطفل. طبيب الأطفال وظيفته هون يعمل فحص للعين مدته أقل من نص دقيقة،
بجهاز اسمه الأوفتالمو، بنظر للعين الطفل اللي عمره دقيقة، بيشوف الأوساط الشفافة هل هو عنده عتمات أو بياضات بعينه، وبتنتهي وظيفة طبيب الأطفال هون. بس بيصير هذا الفحص دكتور؟ يعني قصدي هو فحص روتيني بيتم بكل المشافي. طبيب هون وظيفة طبيب الأطفال مدته نص دقيقة الفحص للعين. بننتقل للمرحلة الثانية، الأهل لهم دور إنه يكشفوا إنه هالطفل ما نوع عم يفوكس صح على الأغراض، ما نوع عم يحسن القطن، عم يميل راسه، عينه عم تميل، عم يفرك عينه، فصار أنا في عندي هون شك أو في مشكلة بالعين. التياب صح. فهون بدأت تنتقل المهمة من الأهل لطبيب العينية. طبيب العينية بالعيادة بيقوم بفحصه على الأجهزة وبيلاحظ إذا في عنا مشاكل بالرؤية أو مشاكل. بعض الحالات تكشف بشكل صدفة أو تلقائي. يعني مريض جاي على العين مرافق بنفحصه بنلاقي إنه في عين. يا ما أمراض كشفت عند ناس عن طريق الصدفة، عن طريق إنه رايحين مع رفيقتها فقالت يلا تعالنا نفحص، أم طلع هي صحيح. اللي مع المرض. عنا 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 بال 2009 نعرض فيلم هو 3D اسمه أفاتار. هذا حقق مليار مليارين دولار. يعني شوف قديش الكم العالم اللي حضرته، وهي كانت تقنية ال 3D. فطلع كثير من العالم انه نحن ما حسينا يعني بهالفرق، ما شفنا تجسيم. لانه وقت العين بيكون عندنا كسل وظيفي بتلتغى حاله التجسيم والعمق بالرؤيه. وقت العينتين عم يشوفوا مع بعض بيكون في عندنا عمق يلا هي معلومه جديده. افاتار افاتار ساعد اطباء العينيه. هلا عم بتخيل كم حدا عم يحضرنا حضر هذا الفيلم وهلا عم يصن انه كان انا ما حسيت بهذا الشيء. طلعوا بظاهره اسمها ظاهره افاتار، انه قسم كبير من المرضى راجع اطباء العيون ولاحظوا انه عندهم كسل وظيفي على اساس هذا الفيلم. فممكن الفحص يكون صدفه يكشف انه في كسل وظيفي. صحيح صحيح. تمام. نتمنى الصحه والسلامه دكتور للجميع. مشكور اكيد على كل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لك. اللي حبيته انه حوار هادي واخذنا كل شيء معلومات بدنا اياها. شكرا دكتور، يعطيك الف عافيه. يسعد صباحكم عن جديد، وخلونا نكمل وصفتنا لليوم اللي هي شيش بالفخاره. هلا القسم الثاني انا رح اعمل البشاميل. هذا هو القسم الصحي من هي الوصفه اللي هو البشاميل. رح احكي عن المكونات. اول شيء رح بلش حط الحليب على النار. عندي هون كوبين من الحليب. انا عم استعمل حليب عادي كامل الدسم. اكيد فيني استعمل حليب قليل الدسم او خالي الدسم، ممكن استعمل انواع حليب نباتيه. بيلبق مع هي الوصفه اكثر شيء حليب الصويا. اكيد حليب جوز الهند رح يغير لي الطعمه، اللي بيحب طعم جوز الهند مع هي الاكلات فيني استعمل حليب جوز الهند. بس مثل ما قلت لكم الحليب الصويا يعني كطعم بيلبق مع هي الوصفه اكثر. طبعا بالوصفات الهنديه مع الدجاج والكريمه وهالقصص بنستعمل حليب جوز الهند، في ناس كثير بيحبوا هي الطعمات. عندي هون مثل ما قلت انا حليب عادي كامل الدسم. رح احط مع الحليب عندي هون معلقتين من الشوفان المطحون. انا يا اما بجيب الشوفان مطحون جاهز اكيد متوفر طحين الشوفان، او ممكن انا احط الحليب مع حبيبات الشوفان اذا ما كان عندي يا طحين، حطهم بالخلاط واضربهم كثير منيح لينعم عندي الشوفان، بعدين بحطهم على النار. رح احط الشوفان لكل معلقه لكل كوب حليب عفوا بدي معلقه كبيره من الشوفان، معلقه اكل بس تكون معبايه. هلا متى ما حطيت الشوفان انا رح بلش حرك لحتى ما ينزل عندي الشوفان لتحت وينحرق. مثل ما ملاحظين انا ما استعملت مواد دسمه زبده او زيت او اي شيء، ما في داعي مثل ما قلت لانه عم بعملها بطريقه نوعا ما تكون صحيه. شو البهارات اللي بدي احطهم مع الحليب؟ عندي اكيد ملح وفلفل ابيض، عندي بودره بصل وبودره ثوم، وعندي جوزة الطيب. ومثل ما قلت انا ما رح اترك الحليب، رح ضل عم حركه لحتى يغلي عندي مشان ما يحترق الشوفان. بلش حط البهارات، فلفل ابيض، رشه صغيره، ملح حسب الرغبه، عندي بودره بصل وبودره ثوم بيعطوا طعم كثير طيب للوصفه. ممكن كمان حط زنجبيل ناعم، ممكن حط هيل. يعني انا عم بعطيكم الاقتراحات اللي ممكن انا اضيفها لهي الوصفه او لتتبيله البشاميل الصحي. هلا هون
متى ما بلش عندي يغلي الحليب رح يسمك شوي عندي الخليط، بس تركته شوي رح يسمك أكثر، لأنه الشوفان من المكونات اللي بتمتص سوائل كتير. أول شيء يعني بس يبلش يغلي رح أتركه عم يغلي دقيقة واحدة وبعدين أطفي عليه. إذا لقيتوه لسه شوي مري ما تاكله هم، هو متى ما ارتاح وبرد رح يسمك عندي شوي. هلأ أنا ما رح أتركه يعني يرتاح ويبرد، دغري بعد ما يغلي رح أتركه عم يغلي دقيقة واحدة، بعدين رح حط. أنا هون جهزت الجاج مع الخضار اللي عملناهن، حطيتهم بالفخارة. أكيد إذا ما عندي فخارة أنا ممكن استعمل أي صينية بايركس أو أي صينية بتفوت على الفرن، يعني وأكيد النتيجة رح تكون كتير ظريفة. حطيتهم بالفخارة. هلأ بعد ما يغلي عندي البشاميل ويصير جاهز رح أسكب، رح وزعهم على الفخارة، وبعدين رح حط شوي من الجبنة الموتزاريلا على الوش. عم استعمل تقريباً كوب، يعني لكل صحن رح حط نص كوب تقريباً على الوش. رح فوتهم على الفرن. أنا محمية الفرن، شغلته على حرارة 180 بس من تحت. بياخذوا تقريباً 10 دقائق، لأنه يعني اللي تابعنا بالفقرة الأولى نحن ما تركنا الجاج والخضار تستوي بشكل نهائي، يعني تركناهم شوي إنه لسه بدهم تسوية شوي. فبالفرن خلال هالعشر دقائق رح يستوي عندي الجاج والخضرة اللي حطيناهم. بشغل بس من تحت، وآخر دقيقتين بشغل من فوق لحتى تدوب وتتحمر عندي الجبنة. البشاميل بلش يغلي مثل ما قلت، أنا رح أتركه عم يغلي دقيقة واحدة رح وبلش يسمك. حتى هلأ كل ماله رح يسمك عندي شوي. رح أحكي على السريع نحن شو عملنا بال جاج والخضار. عندي نص كيلو من الجاج مقطعين مكعبات حجم وسط، حطيت زيت زيتون بالمقلاية، قلبت الجاج مع زيت الزيتون، حطيت ملح وفلفل أبيض لبين ما بلش الجاج يغير لونه، بعدين حطيت بصل مقطع جوانح مع ثوم كمان مقطع شرائح، حطيتهم قلبتهم مع الجاج، بعدين حطيت الجزر، بلشت بالجزر لأنه هو يعني ما كان الجزر بده وقت ليستوي قاسي شوي، فبلشت فيه حطيته، بعدين حطيت معلقة دبس بندورة، بعدين حطيت الفليفلة الملونة والفطر. كل الخضرة عندي كنت مقطعتهم بشكل جوانح أو جوليان. بعدين بعد ما قلبت آخر شيء، بعد ما حطيت الفطر والفليفلة قلبتهم شوي وحطيتهم بالفخارة. عندي البشاميل صار جاهز، رح جهز وحدة على السريع. حتى شايفين القوام صار سميك ولسه رح يسمك بالفرن كمان. مثل ما قلت أنا رح وزعهم على الفخارتين. هلأ رح حط الجبنة على الوش. أكيد فيني استعمل جبنة قليلة الدسم، بس أنا عم بستعمل الحليب والجبنة اليوم كامل الدسم. هلأ رح حطهم بالفرن، رح كمل الفخارة الثانية، حطهم بالفرن مثل ما قلت على حرارة 180 8 دقائق، بعدين رح شغل من فوق لحتى تدوب عندي الجبنة وتتحمر. أكيد بنهاية الحلقة رح تشوفوا النتيجة النهائية، ولوقتها رح أترككم تابعوا باقي الفقرات مع ورد ورنا، وبشوفكم بآخر الحلقة. سلام إيديكي شيف. أنت وعم تصبي الصوص يعني يا سلام. أي والله يا سلام. إن شاء الله رح تطلع طيبة كتير. عفوا. إن شاء الله. شكرا كتير لك شيف. يعني الحياة أكيد مليانة بأمور نفسية كامنة وعميقة جوا شخصياتنا، بتظهر ببعض المواقف على أنها أيام شخصية ناجحة أو أحياناً شخصية عميقة أو غامضة يمكن ما لها حل أو ما لها طريقة لحتى نكتشفها. حالات ضياع كتير كبيرة، ولكن بعد هالضياع في أمل لبكرة بأنه يكون جميل وجديد وحامل معه إن شاء الله نجاح جديد 100% يا رنا. وهيك الحياة بين عسر ويسر. لهيك اليوم بتقريرنا رح نحكي عن إنسانة هي أم وصديقة وأخت للأطفال يلي عندهم حالات نفسية معينة، وأكيد رسمت شخصيتها وطورتها بطريقة أكاديمية. خلونا نشوف قصة نجاح بهالتقرير. بلورت هاي الفكرة عندي من محبتي للأطفال، بلمسة حب ولمسة حنان بلشت السيدة يارا بتسطير أهدافها الأولى، ويلي هي رعاية الأطفال والعمل على التنمية المستقبلية إلهم بكل شغف وعطاء. ودائماً كان الحلم الأول والأخير هو عطاء ورعاية وتنمية لتكون وسيط أمل لوصولهم لمجالات جديدة وفعاليتهم بالمجتمع. كنت
كثير تفرجت على فيديوهات بخصوص مجال الأطفال وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، فكتير حبيت طريقة تفاعل الأخصائيين بهذا المجال مع الأطفال، كتير حبيت النتائج اللي نحن عم نطلع فيها مع الأطفال خصوصيا بمرحلة الطفولة المبكرة، فحبيت أني أنا أندمج مع هاي الفئة وتخصصت فيها لحتى اشتغل معهم وأطلع بنتائج معهم. فينا نقول أنه هي نتائج حلوة أكثر أو مشجعة أكثر، تعطي نتائج بالمرحلة القادمة بشكل أكثر. صارت انه فرصة مثل ما بنقول تخلتني اتعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا الشيء فتح لي بواب كتير كتيرة. بعدين انا بلشت بهذا المجال، طبعا انا كتير عملت دورات بخصوص هذا المجال ان كانت ضمن سوريا وخارج سوريا، فهي الدورات ودخولي بهذا المجال خلاني انا انطلق وحب هذا المجال اكتر. الشغل مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر العقبات اللي أنا واجهتني بداية شغلي هو العبء الكتير اللي أنت بتحسه والمسؤولية الكتير كبيرة اللي أنت بتحسها. أنت بتحس حالك أنه أنت مثلا تشويش كتير بالشغل، سمعت كتير وجهات نظر، سمعت كتير ناس عم تشتغل بهذا المجال، فهون صار عندك مجموعة من الآراء، صار عندك مجموعة من الخبرات، بس أنت لسه لهلأ ما كونت خبرتك الشخصية. دائما بشغلي مع ذوي الاحتياجات الخاصة كان عندي عقبة هي الأهل اللي هن وقدروا وصلهم حالة ابنهم قدر اتعامل معهم، لأنه هن كمان بيوجهوا لك كتير مسؤولية، يعني بيحطوا كل العبء عليك، فأنت بدك تحاول تكون ضمن المسؤولية، بدك تحاول توصل للأهل كيف نتائج ابنهم بحيث أنه أنت ما تصدمهم ولا أنه أنت كتير ترفع لهم سوية معلومياتهم، بدك تختار العبارات اللائقة، بدك تعرف كتير يكون وشك وحركاتك ولغة جسدك كتير متناسب بالتعامل مع الأهل وكتير متناسب بالشغل مع الطفل. في عنا سوية أطفال مثلا حسب كل طفل بتعرف، يعني كان توحد ولا صعوبات تعلم، في عنده صعوبات خاصة فيه، لكن هاي الصعوبات نحن بنشتغل عليها، طلع الطفل من مجال إلى آخر، يعني وصل لمدرجة. في كمان أكثر شيء نحن بنشتغل عليه هو التواصل، لحتى يندمج مع رفقاته، لحتى يندمج مع الأطفال الآخرين والمجتمع، لازم نحن نشتغل على التواصل، لازم نشتغل على التواصل اللفظي وغير اللفظي، لازم نشتغل على جميع منهجية الحياة. لو رجع فيني الزمن لورا بضل بشغلي مع الأطفال، لأنه أنا كتير حبيت شغلي مع بهذا المجال، وأنا بنبسط وقت اللي أنا بتعامل مع الأطفال، بنبسط وقت اللي أنا بلاقي النتائج اللي أنا عم بطلع فيها، بنبسط وقت اللي بشوف نظرة عيون الأهل لقالوا هني عم يطلعوا فيني وفخورين بولادهم ونظرة امتنان لإلي. هاي النظرة أنا كتير بعشقها، وهيك دائما بحب أشتغل مع الأطفال مشان هاي النظرة أحصل عليها. رسالتي للأهل دائما بتكون إنه حطوا أولادكم، اهتموا فيهم، حطوا قواعد وأساسيات مهمة لحتى تقدروا تتعاملوا مع أطفالكم. أما بالنسبة للأطفال بشكل عام بقول لهم أنا بحبكم كتير، وأنا صدقاً كتير مبسوط بالتعامل معكم، وعندي طاقة كتير كبيرة لحتى أطلع بنتائج رهيبة مع الأطفال. أما بالنسبة لشخصيتي وليارة بحب أقول أني اشتغل كتير على حالك، لسه الطريق قدامنا كتير طويل، نحن لازم كتير نشتغل على حالنا، لازم كتير نعمل دورات، نقوي مجالات شغلي أكتر، حاول قوي دراستي بشكل أكتر، حاول حط أهداف أكتر لحتى أوصلها. بكل لحظة عم نعيشها عم يكون في دافع أمل وطاقة إيجابية عم تدفعنا لنوصل أكتر لكل أحلامنا وطموحاتنا، ويكون طريقنا مليان بالأحلام المتطلبة تعب وجهد كبير للوصول. صار الوقت لننتقل عند هدى الأسعد ونحاورها بالأخبار الفنية يلي عم تصير خلال أسبوع على الساحات العربية العالمية وأيضا السورية. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير هدى. بونجور. بونجورك. كيفكم اليوم؟ نحن مناح، كيفك؟ الحمد لله. اشتقنا هيك لنرجع ندردش عن جد بالأخبار الفنية مثل ما كنا نحكي قبل. مثل ما كنا قبل عن جد اشتقنا لهيك
يكون في هاي الضحكة اللي مرافقة الأخبار الفنية، ولكن مثل ما دائما بقول عالم الفن هو عالم يمكن هيك جزء كتير بسيط من الحياة. صحيح. ما فيك تفصلي عنه، ما هو بينقل واقع يلي نحن عم نعيشه. بس اليوم مثل ما قالت رنا راجعة شوي لأخباري، ولكن اسمحوا لي بأول هاي الفقرة يعني بدايتها ونهايتها تكون مع الراحل شادي زيدان. أول شيء رحمة لروحه، الله يصبر عائلته، الله يصبر والدته على هالمصاب، لأنه هاي مصيبة ساته بشبابه. وطبعاً نحن وفريق الإعداد وبروديوسر الحلقة أكيد غياس عامل تقرير للفنان شادي زيدان، بس أنا حبيت أنه نطلع على هذا التقرير يكون آخر خبر نعرضه بآخر الفقرة إن شاء الله. بس أول شيء حبيت أكيد نعزي العائلة، ويعني هاي مصيبة عن جد مصيبة. الله يرحمه. الله يرحمه ويصبرهم. حرام. تماماً هيك الدنيا وكلياتنا على هذا الطريق أساساً. فقرتي لليوم هي حصيلة أشياء صارت خلال هدول الأسبوعين يلي مضوا للأسف. يعني كان أكثر خبر أكيد ده يعمل ضجة، ولكن قصة الزلزال والمصيبة يلي عمل الزلزال خلانا ما كتير نحكي عن هالموضوع. 40 الراحل وديع جورج وسوف كان خلال فترة أكيد. صحيح. الزلزال، وحب الفنان جورج وسوف أنه يقدم أغنية نص عمري، هاي الأغنية اللي قدمها لابنه الراحل. حكينا كثير عن هذا الموضوع، في كثير إشاعات طلعت الفترة الماضية أنه أكيد رح يعتزل الفن، ولكن شخص مثل سلطان الطرب ما بصير يعتزل. واللي حابة أقوله اليوم أنه غير هاي الأغنية اللي نزلها بأربعين وديع، في أعمال جديدة قادمة عم بيحضرها جورج وسوف مع مجموعة من الملحنين، مع مجموعة من الشعراء، مع مجموعة من الموزعين. وهذا الحكي ليس نقلاً عن جورج وسوف، هذا الحكي نقلاً عن الأشخاص يلي عم يشتغلوا معه هلأ. ولكن نص عمري هي أغنية كتير من القلب، حتى الفيديو كليب انعمل بطريقة كتير جميلة. هو عبارة عن مجموعة صور لوديع من وقت كان صغير لوقت الكبر، وفعلاً يمكن هالأربع دقايق 3 دقايق من الأغنية بتورجي للعالم يلي ما بيعرفوا قديش كانت العلاقة جميلة بين جورج وسوف وبين وديع. فكتير الفيديو كليب مؤثر، وبدنا نرجع نقول الله يرحمه أكيد كلياتنا على هذا الطريق، ولكن بيختلف مين بيروح قبل الثاني فقط. الله يرحمه أكيد. تعالوا نشوف يلا. أو نسمع نص عمري وبرجع حتى أكملكم أخباري. عن جد الله يرحمه ويصبر عائلته. هو يمكن بينزعل على عمر الشباب، هيك الموت بيخطفهم. صح. الله يرحمه أكيد. أكيد. خبر التالي هو عن الفنان سعد المجرد. ما بعرف كيف تبلش بهذا الخبر. بالسجن أنا... هو هلأ. نعم نعم نعم. يعني ليك أنا بلشت عنك. هو بالسجن صار. رح حاول كون محايدة جداً بهذا الموضوع، لأنه للأسف في ناس كتير رايحة لخط الأخير من النقد، وأنا مو مع هذا الأسلوب أبداً. وناس كتير عم بتدافع. وفي ناس كتير عم بتدافع. يا جماعة خلينا نكون منطقيين، خلونا نكون واقعيين. حكم محكمة يبقى الحدث صار بغض النظر عن الطريقة. ولكن أنا في شغلة هي اللي مستفزتني بصراحة من بعد ما صدر الحكم، هو الطريقة القاسية بالنقد. كتير بشعة، كتير لاذعة بحقه، وخاصة بس تشوفي إنه عدد كتير كبير من الفنانين واقفين معه. صح. بيحبوه، يبدو انه هو شخص بعيد جدا عن هذه التهمه. بس تراقب مجموعه من الفنانين عم يحكوا عنه بطريقه مثل زياد برجي، مثل الاعلامي مصطفى الاغا، عدد كثير كبير من الفنانين كانوا واقفين معه. صحيح. ولكن يلي صار هو تم حكمه اكيد بالسجن واثبات تهمه الاغتصاب بحق سعد المجرد. ولكن اللي بدي اقوله اليوم انه هو انسجن، يعني يلي ما متابع الحاله أو قضية سعد نقطة البلشت 2016 لهلا، هو انسجن 10 شهور. هالعشر شهور يعني صار عنده سجن هلا 5 سنين وشهرين. ما أنا 6 سنين. يعني خففتي يعني. خففت. لا أنا من طريقه يعني. لا لا الحكم لأنه بإيدي، أنا عم بحكي اللي صاير. عم بحكي يمكن عم بشرح تفاصيل هذا الحكم. بعرف، بس قصدي خففتي الوطأة شوي. إنه هو 5 سنين. هما هو شهر واحد لفنان بيحرق مسيرته. صحيح. ولكن في عنا هلا يلي هو اكثر شيء عم ينحكى عنه هو استئناف الحكم. صح. معه 10 ايام لاستئناف الحكم. لا عاملين هاشتاج استئنف يا سعد.
ايه هيك اسمه. لكي في ناس قالت وهذا منطقي، كنت عم اقول له يا لورد تحت الهواء، انه ما رح يتم الحكم لمواطن عربي بغض النظر اذا معه جنسيه فرنسيه انه يكون البراءه ضد مواطن فرنسي، يعني ما رح يصير هذا الموضوع. هن اكيد واقفين لصالح مواطنتهم. قد ما كان القضاء الفرنسي نزيه، قد ما كان نزيه، هاي تحليلات يعني. تماما، يعني اللي كنا عم دردش انا وياك تحت الهواء. حتى هدى ما بعرف اذا يعني اكيد شفنا كلنا على السوشيال ميديا قديش الناس اخذت الموضوع باتجاه حركات يعني انه خلينا نقول انه دفاع عن حقوق المراه، وانه نحن ما بيصير حتى ولو هو فنان او مشهور انه نحن ندافع عنه بس لانه هو سعد المجرد. مزبوط. يعني في ناس أخذتها بهي الطريقة. لا أنا نحن ما لنا ضد، أنا يمكن هذا اللي ذكرته بالبداية، الواقع حالياً أنه هو متهم وتم إثبات هاي التهمة عليه بغض النظر إذا نحن مع هذا الحكم، ولكن في شكوك للصراحة بهذا الحكم، في كثير شكوك. وأكبر دليل هلا بناس بقى بتبلش تحلل، بصراحة ذكرتني قضية سعد المجرد والصبية أكيد لورا بقضية جوني ديب وأمبر هيرد اللي كانت السنة الماضية، هي من أهم القضايا اللي تم إعلانها على الإعلام. كانوا عم يدرسوا لغة الجسد، لغة جسد سعد المجرد تثبت 100% حسب طبعاً هذا مرأي حسب خبراء النفس وتحليلات لهذا الموضوع إنه هو بريء. كان في عنده حالة من الهدوء الداخلي، كان ما كان عنده ولا رأي، هو يمكن من جوا مطمن لأنه بيعرف حاله أنه هو بريء. نعم صحيح. تماماً، وجود زوجته معه كان الأجمل للصراحة بهدول اللحظات، وجودها كان جداً مؤثر وكانت داعمة للحظة الأخيرة، يعني لوقت اللي أخذوه على السجن. مثل ما قال ورد، هو تم سجنه مباشرة بعد صدور الحكم، يعني ما كان أبداً في فرصة. 10 أيام هلأ يستأنف، بيكون في دفع مبالغ مالية أكيد خلال هالفترة، بيكون في مثل ما بيقولوا أدلة ممكن عرضها بتكون خاصة لاستئناف الحكم. كل هاي التفاصيل معنا هال10 أيام، يا بلحق أكيد الفريق المدافع عن سعد المجرد أنه يعرضها ويحاولوا يخففوا أو يشيلوا هاي التهمة تماماً، أو بيكون في تخفيف. يمكن أكثر شيء انذكر خلال هالفترة أنه ممكن ينحبس بس 2 سنين إذا كان عنده حسن السلوك داخل السجن. هذول يمكن هذول التفاصيل كمان كتير، لأنه الحكم يقتضي 375 ألف يورو دفع عليها هون، وبعدين فوراً أدخل إلى الزنزانة وفوراً أذيع الخبر. طبعاً. أنا بقول صارت القصة مع تامر حسني من قبل كمان وقت انسجن سنة وألف ألبوم وهو داخل السجن. صح. وألف قصة كمان، كثير فنانين تعرضوا لمطبات، يمكن حادث مرور دعسوا حدا فاتوا. صح. يمكن ما لو بهول جريمة اغتصاب. نعم. ولكن أنه تعطل فنان لمدة 2 أسبوع أو شهر بقضية شائنة، هذا الموضوع بيحرق مسيرة. طبعا صحيح. بس في كثير ناس بيشوفوا أنه سعد المجرد من الفنانين يلي مثابرين شو ما صار معه، وممكن يكون في عنده جزء يعمله مثل ما عمل تامر حسني، بيكون عنده هذا العمل من داخل السجن. أنا جبت لكم أهم المقتطفات، أو خليني أقول كل المشاهد يلي كانت مسيطرة على السوشيال ميديا يوم محاكمة سعد المجرد يلي هو دخولهم للمحكمة، وهي التفاصيل. أكيد إصدار الحكم ما نزل، ما تم تصويره أبداً، طريقة الإصدار، ولكن هدول أهم المشاهد يلي نزلت يوم محاكمة سعد المجرد. تعالوا نحضر سوا. ألف يورو حلوين للصبية. يعني مستاهلة يعني أخذوا رد وصد 6 سنين 7 سنين، ما يعني لك 10 أيام بنشوف شو ممكن يصير. حنشوف شو حيصير. أنا أعتقد سعد حيرضى بهذا الموضوع لحتى يخلص من هاي القضية، لأنه هو دائما بيقول أنه هو مظلوم وأنه هو ما له علاقة أبدا بهذا الشيء اللي صار.
حكم الأخباري بصراحة الأسبوع الماضي كان في فنانين عندهم نشاط واضح جدا، حابين يرجعوا يغنوا، حابين يرجعوا يوزعوا سعادة وفرح وهيك أمل، وكلياتنا بنقول إنه لغة الموسيقى هي اللغة الوحيدة اللي بتعطينا هذا الإحساس وهذا الشعور. صحيح. يارا أكيد رجعت غنت لنا بصوتها أغنية كتار غنوها قبلها، ولكن صوت يارا مميز. هاي الأغنية اسمها يا أهل الهوى، يمكن كلياتنا بنعرفها وكلياتنا حافظينها، وعدد كتير كبير من الفنانين القدامى غنوها، بس يارا عندها شوي هيك في شيء مميز بصوتها سبحان الله، وكتير لابت للأغنية وكتير جمهورها حب جدا هي البداية بال 2023 بعد ما نزلت لنا ألبوم جميل جدا بال 2022. يبدو البداية موفقة ليارا. يلي ما سمع يا أهل الهوى بصوت يارا وبالتوزيع الجديد لهي الأغنية تعالوا نسمع سوا. أما كمان يلي نزل أغنية جديدة خلال الفترة الماضية هو نادر الأتات وأغنية حاسس. لحالكم شغلة، نادر الأتات بيعرف الأسلوب أو النوع يلي الجمهور بحب يسمع صوت نادر الأتات فيه، وحاسس من هذا النوع. في لكنة مع نادر الأتات أو نمط من الأغاني سبحان الله ما بيغنيها غير هو، يعني ما بيقدم هاي الأغاني غير نادر الأتات. صح. حاسس مدتها دقيقتين الصراحة، بس بتحسسك بكل شيء، في مشاعر، أغنية جدا جميلة. وطبعا هذا أكيد رأي كل جمهور نادر الأتات يلي بينتظروا منه كل جديد، ولكن يلي كان هيك مرافق أكثر التعليقات يلي كانت مرافقة هيدا الأغنية هو إنه نحن منحبك بفيديو كليب. كثير قليل الجمهور يطلب من فنان إنه ضل قدم لنا فيديو كليبات، لأنه أساساً بتحسي موضة الفيديو كليب راحت، بلشت. إيه صح. بس نادر الأتات دائماً بيطلب منه الجمهور إنه نحن حابين نشوفك بفيديو كليب. هو شكله حلو، هو شكله حدا مخضوم بالتصوير. تمام. يعني بيطلع بيلعب صح، بيلعبها صح، ويمكن وقت بيقدم أغنية جميلة مع فيديو كليب جميل العالم بتضل الطالبة، وهو عن جد عنده أفكار كتير مميزة بأغلب أغاني، غير أنه بيختار أسماءهم بطريقة كتير مناسبة لإله، لا العالم بتحبه كتير بفيديو كليب. فكان الطلب المرافق لحاسس أنه تقدم لنا إياها بفيديو كليب، وأنا معهم قدموا لنا إياها بفيديو كليب. الأغنية كتير جميلة، لو قصيرة يمكن بفيديو كليب هيك بتعطينا موسيقى أكتر، لأنه العالم حسوا أنه ما فيها كتير ميوزك، فيها كلام أكتر. تعالوا نسمع حاسس لنادر الأتات، طبعا عم تحقق نجاح كتير كبير على يوتيوب، وبرجع لحتى قلكن آخر أخباري لليوم. أما آخر خبر أو يمكن هيك أجدد أغنية نزلت خلال الفترة الماضية هو جوزيف عطية وأغنية تكون. الأغنية بتشبه كتير جوزيف عطية، بتشبه هذا الستايل اللي هو بيقدمه، حتى الفيديو كليب كتير مميز. تكون عم تحقق نجاح كتير كتير كبير، يمكن العالم عم لاحظ هالعالم بهالفترة هيك ميالين للعشق والغرام والأغاني الرومانسية. ما بعرف، يمكن موسم شباط، موسم عيد الحب. هي يمكن الحب. تماماً، موسم عيد الحب بيكون كتير العالم هيك ميالة لهذا النوع، وأكيد الفنانين ما فيهم ينفصلوا عن الواقع وعن هالفترة. فأغنية تكون عن جد فعلاً أغنية كتير جميلة، حققت نجاح كتير كبير، هي من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين. أما الفيديو كليب فهو من إخراج المخرج سامي بساط. أغنية كتير حلوة، تعالوا نسمعها إذا ما لحقتوا تسمعوها. سي عم تحقق نجاح كتير كبير على يوتيوب، وبرجع مثل أكيد ما وعدتكم مشاهدينا، بلشت أكيد بتوجيه العزاء للفنان أيمن زيدان، وائل زيدان وكل عائلة زيدان عن رحيل أخوهم شادي زيدان لوالدته. الله يصبر أمه للصراحة. الله يصبر أمه ويقوي قلبه. مثل ما قلت لكم يعني عاملين هيك تقرير عن الفنان شادي زيدان، فهي كان ختام فقرتي. إن شاء الله بشوفكم الأسبوع القادم، أخبار ما يكون فيها حزن، ما يكون فيها وداع، إن شاء الله يا رب. شكراً كثير يا هدى. شكراً. وبدورنا أكيد بنوجه العزاء لعائلة زيدان ولأهالي الرحيبة الكرام، ولحازم كمان إن شاء الله يا رب ما تشوفوا شر وتكون خاتمة الأحزان. ويعني فعلاً مثل ما قالت هدى بالبداية، لما شاب ينخطف خطف هذا الموضوع بحز بالنفس، إن شاء الله يا رب في أعلى مراتب الجنة. آمين يا رب. الله يصبر أهله ويصبر كل محبينه. يمكن الناس زعلت لأنه هو فعلاً أكيد هو فنان والناس بتحبه، وبنفس الوقت الجانب الإنساني اللي الناس لمسوه بالفترة الأخيرة هو كمان يمكن زاد هذا الشعور عندهم أكثر. الله يرحمه ويصبر كل محبينه. Thank you.
يا زيدان في غيبوبة أبدية، ومشهده الأخير أمام الكاميرا تحول إلى حقيقة خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. تعرض فيه إلى وعكة صحية أدخلته المشفى بحالة حرجة لعدة أيام، وبعدها توفي شادي إثر جلطة دماغية عن عمر ناهزت 49 عام. وقبل أيام شارك شادي في حملات دعم وإيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، فما حدث في بلده أحزنه كثيراً، ومع ذلك لم يقف مكتوف الأيدي، فشكل فريق تطوعي بهدف جمع التبرعات للمتضررين تحت إشرافه. وبعدها ذهب لتصوير مسلسله الجديد الذي يجسد فيه شخصية رجل تطرحه وعكة صحية، وأثناء التصوير أصيب بنزيف دماغي وتم نقله للمستشفى. شادي ينحدر من عائلة فنية كبيرة قدم العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة خلال مسيرته الفنية، واشتهر في بداياته بالأدوار الكوميدية مثل شخصية محروس بمسلسل عائلة ست نجوم بعام 1997، ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون. شادي زيدان وداعا. يعني الوسط الفني أكيد حزين ومرق كتير على الوسط الفني أو بشكل عام على كل السوريين بالفترات الأخيرة. إن شاء الله ما منعود منشوف غير أخبار الفرح وغير أخبار هيك اللي بتعطينا طاقة حلوة وطاقة إيجابية، ونحن وياكم ننطر أكيد المدام نجلة أباني يومياً لحتى ناخد منها هاي الطاقة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دائماً بخير ودائماً أيامكم فيها راحة بال يا رب العالمين، وصحة تكون كثير تمام. اليوم 27 فبراير 27 شباط، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد يعتبر لآخر الأيام في برج الدلو. عطارد هو كوكب السفر، الأوراق، المستندات، الزهرة، كوكب الحب، العواطف، العلاقات، الصداقة في برج الحمل، والمريخ كوكب كمان طاقة وحماس، بس كوكب يجعلنا غير مرتاحين صحيا نفسيا لما بيكون بموقع غير مناسب، والحقيقة هو بموقع غير مناسب للجوزاء، للعذراء، للقوس وللحوت. الأبراج لازم ينتبهوا شوي صحيا. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم مزدهر عموما، يمكن لأنه في أخبار إيجابية، يمكن لأنه عنده حركة، عنده نشاط، كأنه في فسحة أمل اليوم، كأنه في بسمة على وشه، يمكن سببها ذكور بالأسرة، أصدقاء له، علاقاته جيدة، يمتن علاقاته بمن حوله ويمسك بمشاعر الحظ. اليوم الأمور جيدة لك. مولود برج الثور غالبا معرض اليوم لصرف إضافي، وهي هاي الأيام للصرف بامتياز على كل الأحوال. أنت حدا بتتمتع بالرفاهية لأفراد عيلتك، فاليوم ضيق الخلق يمكن من كترة صرف. هلا أنا بقول بدك هيك تعمل شوية توازن على كل الأحوال على الصعيد المالي، اللي بتقدر تأجله أجله، يعني مو بالضرورة. مولود برج الجوزاء لطيف ودبلوماسي اليوم، وعم بيحسن علاقاته بمن حوله، يمكن عم تشغله محبة، يمكن حواليه هيك جاذبية إشراق، عم تكسب أي قضية بدك إياها كونك فايق بكير ونشيط عموما، وعم تعبر عن الود والمحبة. الأيام هاي للمعنويات المرتفعة لمولود الجوزاء لتخفض نسبة الصدامات بينك وبين الآخرين، ولتكون مشغول باتصالات. اللي هلأ كتير مولود برج الجوزاء مرتفع المعنويات، بينما مولود برج السرطان هو المنخفض المعنويات اليوم. ما بعرف، محتاج لإصلاح لبعض الأخطاء، أو يمكن صريح أكثر مما يجب، أو عم يدخل مواجهات مع الناس الحوالي اليوم، في خلاف أو نزاع أو كلمة مني كلمة منك ممكن تودي لصدامات أو عتب. هلأ أنا ما كتير بنصحك اليوم تكون دبلوماسي ولبق ولطيف.
مولود الأسد يوم اجتماعي بامتياز، استقبل وادعى لقاءات مع أصدقاء وصل لك يومين ممرتاح. مبارح من المساء بلشت أمور تتحسن، سواء اجتماعيا سواء فرص جديدة للتعرف على جدد، ليكون عندك نشاطات ملفتة، محيط مؤيد وداعم، أشخاص في بحبوك. يعني هاي الأيام في بهجة سبب الآخرين. مولود برج الأسد عم تتعرف على أصدقاء جدد وغالبا عم توضح آرائك. مولود برج العذراء، أنت اللي مو كتير مرتاح، حججك اليوم ما عم تقنع الآخرين بوجهة نظرك ومشاكلك أكثر مما يجب. هلأ لا تطرح مشاكلك دفعة واحدة، اليوم بالذات ما رح تلاقي لحلول، يعني كلها واحدة واحدة. خاصة ناقش اليوم بلطف مع الآخرين، لأنه أنا برأيي الناس حواليك اليوم منافقين أو متصلبين أو كذابين بالحدود الدنيا، وعم بيصعدوا معك خلافات هي مانو راضي اليوم العذراء عم يحصل. مولود برج الميزان، وقت التغيير إلى الأفضل قد حان، واليوم الجو ماشي باتجاه الأفضل. طبعاً مشكلتك هاي الفترات عاطفية، مبعد عن الناس، متضايق من الناس، يعني ما عم تتلقى تقدير كما يجب بوجود الزهرة في برج الحمل. لكن هاي الأيام أيام يعني اليوم وبكرة الأمور لألك جيدة بسبب قدراتك، علاقاتك، تغييرات. من المفيد أنك تختار الأصلح والأسرع، خاصة هاي الأيام. يعني هو منقول نحن الشهر كله ما أنه مريح عاطفياً، بس هذا ما بيعني أنه ما فيه أيام حلوة، فهي هاي الأيام اللي لازم تكسبها لأنه تعتبر أيام جيدة. مولود العقرب كمان اليوم عنده مساعدات، عنده شؤون خاصة عم بيرتب أموره فيها، تسمع تقدير من الآخرين، أشخاص عم تعجبك، عم تحل مشاكل معلقة حواليك، مساعدة مادية معنوية ما بعرف، أو في إقبال على العمل، أو في سعادة، أو نوع من أنواع كل قصص العلاقة ببيع أو شراء إذا على بالك. يعني بس في دعم حوالين مولود برج العقرب. مولود القوس، أنت اللي اليوم تصرفاتك سلبية، وما بعرف إذا في قصة صحية شغلتك، بس الأكيد أنه هيك اليوم عيونك عم تتحرك بعصبية وفي شيء جواتك مانو كتير مريح، وخاصة أنه أنت شخص كلامك دائماً صريح. اليوم كأنه كلامك صريح يختلط بالعصبية، حاول تهدى بأمورك، تقلل من كلامك قدر المستطاع، وحتى لو في شيء تأجل وخلق لك حالة من عدم الراحة فأنا برأيي محتاج لشوية رواقة، لأنه ما في شيء سيء. مولود برج الجدي، يوم فيه 100,000 قصة شاغلتك، عم يدرس خياراته. مولود برج الجدي إذا بتشغله 48 ساعة بال 24 ساعة ما بيقول لا، بس اليوم كأنه مستعجل أو مزاجه مو كتير رايق أو مشغول بقصص بعيدة عن مواضيع العمل الضرورية اليوم. يعني أنا بشوف اليوم عم تناقش بجديد، يفترض في شيء من الجهود لازمك اليوم لتنهي أعمالك، خاصة أنه اليوم شغلك كتير وأمورك الصحية ما كتير تمام. مولود برج الدلو اليوم عنده نشاط، تأثير جيد بالمحيط، أصدقائه حلوين. ما بعرف إذا عم تحلم بسفر أو ترقية، بس أنا برأيي الشهر القادم شهر جيد جداً لتحكي بأمورك بدون صعوبة، لتحلم بجديد إذا على بالك، ليكون عندك محيط ماشي باتجاه الأفضل. أنت مسموع الصوت اليوم مولود الدلو. مولود الحوت اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك، رغم أنك قلقان ما كتير مبسوط، عم تشعر بيأس أو إحباط ومحتاج أنك ما تصعد المشاكل. يعني عم ترضخ لرغبات مانا رغباتك، وعم بيكون في حواليك نوع من أنواع المشاكل. هلأ أنا برأيي أنه شوية هدوء أو رواء اليوم بكلامك بنقاشاتك، لا تفقد السيطرة على أعصابك. مولود 27، كل عام وأنتم بخير. الأكثر حباً للذوق والجمال، الأكثر أناقة بالتصرف، تجد بيته جميل مليان قطع فنية، حتى بتعامله معك تجده مفرط في الذوق، مهتم بأموره، يعني دائماً محب للصداقات، لا يحب المواجهات ولا الصوت العالي، يبحث عن أصدقاء مثله. مزاجي شوي، حساس شوي، بحب يكون عمله مريح عموماً ويمشي بالحد الأدنى من المشاكل. السنة أنا برأيي السنة عملياً يعني صحياً أمورك جيدة، خاصة ابتداءً
من نيسان. ما بعرف إذا عم بتفكر بسيارة عم تدفع قسطة أو قصص ممكن تكون إيجابية على صعيد علاقات مهمة بالنسبة لك، بس أنا بشوف الحظوظ مساعدة على كل الأحوال وإيجابية بهاي الفترات. سنة مهمة خاصة بين الرابع وبين الثامن. خليني عايد يعني مولود اليوم، إن شاء الله أيامكم سعيدة، ورسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. ماجد حجوز، ما بعرف إذا هو عجوز لأنه أنا بعرف في كنية عجوز، بس حجوز ما بعرف. بس على كل الأحوال ماجد أمورك جيدة هذا العام، أحد الأيام الأفضل حظا. عم بحكي عن السنة الدراسية، أكيد عم تسألني دراسيا لأنه بتول عم تسألني من حمص، هي من برج الجدي. يا بتول بدك للخامس، هاي الفترات لانا كتير الأرياح ولانا الأسوأ، الأمور ما كتير مريحة بس ما أنا سيئة إذا أنت ملاحظة، بس أنا بعتبر هاي الأيام للتدفيش، يعني بدك السرير خامس ليبلش حظوظ مساعدة. جنى عم تسألني عن أمورها، والله عندك سنة بتاخد العقل يا جنى، أمورك إيجابية وجيدة خاصة فترات هلأ الشهر القادم، يعني من نص الثالث وما بعد رمضان رح يكون بالنسبة لك مفرح إذا أراد رب العالمين. شحود إبراهيم يسعد أوقاتك يا شحود، كمان يا شحود ليس قبل الخامس، ما أظن في عندك قصة مهمة قبل الخامس، الأمور ما كتير كتير مريحة بالنسبة لك، هاي الفترات هيك يعني تمريقة ماشي الحال. أمية بنت عائشة يسعد أوقاتك يا أمية، أمية هي كسنة بتاخد العقل بس مو هاد الشهر بالتأكيد، لأن وجود الزهرة في برج الحمل معناتها موقع غير مناسب لا عاطفيا ولا عائليا، فأنا أظن أصلا أنه ما في تغيير هاي الفترات، هي تغييراتك بداية الخامس أو أواخر الرابع ليبلش عندك في قصة مهمة ممكن تكون يا رب إيجابية. لميا عم تسألني مع زوجة حيدر يسعد أوقاتك يا لميا. لميا الشهر القادم جيد، يعني بتبلش بقى عندك سنة حلوة، وعلى كل أنا برأيي الصيف بالنسبة لك جيد جدا هذا العام، يعني فيه إيجابيات يمكن ويكون عندك فيه هيك تغيير يا رب العالمين. تغريد من برج الميزان 2003 يسعد أوقاتك يا تغريد، هذا شهر متعب على الصعيد الشخصي تغريد، بده شوية رواق، بس لا الشهر القادم وما بعد أمورك جيدة جدا، هي سنة ارتباط بامتياز إذا أراد رب العالمين كونك عم تسأليني عن الارتباط. يا رب الأيام سعيدة للجميع وتضلوا دائما بخير. آمين يا رب، إن شاء الله للكل. شكرا كثير لك يا مدام. وما ضل بحلقتنا مشاهدينا غير نشوف الشيف بشرة كيف حتقدم الشيش بالفخارة. يسعد صباحكم عن جديد. بنهاية الحلقة مثل العادة بتكون أطباقي صارت جاهزة. هلأ أنا الشيش بعد ما طلعته من الفرن هيك كان شكله، بس حطيت للطبق الثاني، بس هذا رح حطه هلأ قدامكم. رح حط شوية بابريكا على الوش، ممكن استعملها حلوة أو حادة حسب الرغبة، ورح حط شوية بقدونس كمان. أكيد بيتقدم معاها أي نوع من النشويات، أنا اليوم عملت رز مع الشعيرية. الطبق الثاني رح أسكب هون شوي، أكيد هيك لحتى يكون طبقي صار متوازن في البروتين في الخضار والنشويات. رح حط شوية بقدونس كمان، ممكن زين بالبصل الأخضر، وهيك طبقي صار جاهز لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الطبق وتجربوه وتخبرونا عن النتيجة، وبشوفكم بحلقة جديدة بأطباق جديدة أكيد. شكراً سيف، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكم، سلام إيديك، شكلهم كثير مشاهي كمان. إن شاء الله تكونوا أنتوا مشاهدينا حبيتوا كل فقراتنا لليوم واستفدتوا أكيد منها، ونحن بنلقاكم على طول بحلقات جديدة. حلقتنا الجديدة بكرة على 10:15، فكونوا على الموعد، ضلوا بألف خير.